لماذا ازدهر مسلسل البسط العشوائي على الأراضي بعدن؟ الصهاريج والمتحف الحربي والمتنفسات والأملاك العامة والخاصة حتى المقابر لم تسلم، فمن يوقف تدمير المعالم الأثرية ويوقف هذا العبث؟ أهلا بكم. الصهاريج عنوان عدن، والمتحف الحربي سجل تاريخها، أثار تعبر بنا بوابة التاريخ إلى حضارة كان يفترض أن تكون محروسة بأعين الجميع. لكن تاريخ عدن العابق بالحضارات والأثار يخسر اليوم في معركة البسط على الأملاك وطمس أهم معالم المدينة ومتنفساتها من قبل عصابات سطو لا تدرك فداحة ما ترتكبه من إثم وحماقات. عدن اليوم تعيش عصرا من الانحطاط وغياب الدولة، إذ تستعر فيها حمى البسط على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة. لماذا أخفقت جهود المجتمع المدني في عدن في مواجهة العنف والسطو التي طالت أراضي العاصمة المؤقتة والأملاك الأثرية والعامة؟ هل غابت مؤسسات الدولة كالجهات القضائية والأمنية والعسكرية؟ أم غيبت في واقع عدن الملتبس؟ ما هي مخاطر إتلاف وتدمير المعالم التاريخية مثل المتحف والصهاريج؟ وعلى من تقع مسؤولية حماية الممتلكات العامة والخاصة؟ عدن تحولت كلها إلى غابة من البردين. عدن تحولت إلى فوضى من أحجار البناء، تقول هذه السيدة. بناء عشوائي في الأماكن العامة، وانتشار لظاهرة البسط وصلاح الدنه بممتلكات عامة كصهاريج عدن والمتحف الوطني وغيرها. إذا كان بسطوا على الأرض بكرة على البحار والجبال، إيش عاد باقي للمواطن؟ صهاريج عدن أحد أهم المعالم الأثرية في المدينة، تتعرض لعمليات بسط من قبل متنفذين دون أدنى رادع من السلطات الرسمية. يبني هؤلاء بيوتا عشوائية داخل مساحة الصهاريج، مستغلين حالة غياب الدولة دون أدنى مسؤولية أخلاقية أو وطنية تجاه تاريخ المدينة. في مدينة عدن بشكل جنوني طالت الأماكن التاريخية والأماكن السياحية، آخرها كان المتحف الحربي وصهاريج عدن، والله أعلم إيش القادم. طبعا نحن نتمنى من الدولة النظر في ذلك الموضوع لردع هؤلاء الباسطين. الممتلكات الخاصة هي الأخرى تعرضت لعمليات نهب منظمة من قبل عصابات مسلحة تسرح وتمرح في المدينة دون رقيب أو حسيب. في مديرية دار سعد اشتعل حريق في مساكن بدائية يسكنها مهمشون وأسر فقيرة. تسبب هذا الحريق في تشريد أكثر من 40 أسرة، ويعتقد أن هناك من يقف خلف هذه الحادثة للبسط على تلك الأراضي التي يسكن فيها هؤلاء. خلال الأشهر الماضية ومنذ بداية أحداث انقلاب عدن، انتشرت ظاهرة البسط على أراضي المواطنين من قبل عصابات مسلحة ذات نفوذ. بعض ضحايا هذه الجرائم تم نهب ممتلكاتهم وفق انتمائهم المناطقي. عاد رئيس الوزراء معين عبد الملك، لكن حتى الآن لم تشهد العاصمة تحسنا ملحوظا في الجانب الأمني، فالمدينة تعيش دون مدير أمن منذ إقالة شلال شائع قبل أكثر من 3 أشهر. عدن مدينة السلام ورمز المدنية والتحضر، باتت اليوم فريسة للميليشيات المسلحة تعيث فيها فسادا ونهبا في ظل وجود شكلي للحكومة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية سيد وديع عمان، رئيس مركز تراث عدن. مساء الخير أستاذ وديع. مساء النور أختي آسيا. أهلا بك. كما سينضم لاحقا العديد من الضيوف في هذه الحلقة. بداية أستاذ وديع، كيف تتابع مسلسل البسط على الأراضي بعدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع هذا المسلسل أو الظاهرة السلبية والخطيرة، نتابعها بألم كبير طبعا، كونها ظاهرة باتت تهدد هوية مدينتنا التاريخية. نعم أستاذ وديع، إذن أين مكمن المشكلة برأيك؟ يعني كيف ازدهرت هذه الجريمة وتفاقمت طيلة هذه الفترة دون يعني أن يتم حراك حقيقي لإيقافها؟ لا شك بأن موضوع البناء العشوائي وما لحقه
من إجراءات أو خطوات باتت خطيرة، وهو ليس وليد اللحظة وليس وليد اليوم، إنما هو تراكمات أدت إلى يعني ساهمت الحرب في إبراز هذه الظاهرة بأبهى صورها. يعني كانت هذه الظاهرة موجودة قبل يعني الحرب؟ لحد نعم كانت موجودة، ولكنها يعني مقننة في بعض الأماكن وبعض الحالات، حالات يعني نادرة واستثنائية، لكن بعد الحرب وما نتج عنها من غياب للدور الرسمي وغياب الدولة والانفلات الحاصل منذ ما بعد 2015 حتى اليوم هو أحد الأسباب الرئيسية لبروز هذه الظاهرة على السطح اليوم. نعم، إذن أين هي الجهات الضبطية، مؤسسات الدولة التي يقع على عاتقها حماية هذه الآثار والأماكن العامة أيضا من هذا السطو؟ سأقولها بكل صراحة، يعني غير متواجدين على الأرض إطلاقا، لم نشاهدهم أبدا، بل نحن نشاهدهم عندما نقوم نحن بالدور البديل بالدفاع عن هذه المعالم عندما يكون هناك أي اعتداء يحصل، لكنهم بنفس الوقت يظهرون للاعتراض علينا فقط ولا يقومون بمعالجة الأمر إطلاقا. ما هو الدور البديل الذي تقومون به؟ نحن نحاول بما أوتينا من قوة أو من حب يدفعنا للنزول إلى الشارع عندما تكون هناك أي يعني عملية اعتداء تطال موقع أو معلم أثري وتاريخي بمدينتنا، نبدأ وهو سلاحنا الأقوى الوقفات الاحتجاجية، نبدأ بتنظيمها وتحريك الرأي العام وتحريك الشارع، ويعني لا أقول لك بأننا ننجح 100% في إنهاء أو إبعاد الخطر، لكننا نستطيع أن أقدر أقول يعني أننا نوقف ذلك الاعتداء مؤقتا بشكل مؤقت فقط. نعم، إذن هل حدثنا أستاذ وديع عن أبرز المناطق التي تضررت بفعل هذا البسط العشوائي؟ طيب البسط العشوائي هو طبعا في الكثير من المناطق، أنا يعني سأوجز الأمر بخصوص المواقع والمعالم الأثرية. طبعا هناك أراضي المملاح نالت النصيب الأكبر من أعمال البسط والبناء العشوائي، وتم تجريف هذه الأراضي التي كانت تشكل مصدر رئيسي لدخل الدولة قبل أكثر من 150 عام. كانت هناك شركة إيطالية وبعدها شركة هندية في 1894 وكانت تدر العملة الصعبة يعني على ميزانية عدن آنذاك. اليوم تم تجريف هذه الأراضي، أراضي مملاح، وهو طبعا التي تنتج من أفضل أنواع الملح في العالم، حتى الطلبة اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج كانوا يشترون معلبات الملح مكتوب عليها Made in Eden، هذا طبعا في السبعينات والثمانينات. نعم. اليوم هذه الأراضي، أراضي الملاح، يتم تجريفها وتحويلها إلى معارض سيارات ولأغراض التجارية يعني للأسف. وهناك أيضا أعمال البسط وبناء عشوائي في هضبة جبل شمسان الآن، وأنا في هذا اليوم يعني إلى حد اليوم، وهناك مدينة يتم بنائها في هذه الأثناء في هضبة جبل شمسان، هي غير باينة أو غير ظاهرة للعيان من المدينة، ولكن إذا بعد الصعود على جبل البوميس نحن نسميه في هضبة جبل شمسان، فهناك في مدينة الآن يتم بنائها، وكلها مدينة عشوائية للأسف، وأهلها أو معظم أهلها من المهمشين النازحين من محافظات شمالية نتيجة الحرب الدائرة هناك. نعم، إذن اسمح لنا أستاذ وديع أن تنضم معنا الدكتورة سلوى بابريك، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عدن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة سلوى. نعم أستاذة سلوى، هل تسمعينني؟
اهلا بك استاذه سلوى. بدايه كيف اهلا بك، كيف تتابعين ما يحدث في عدن من بناء عشوائي في الاماكن الاثريه والاماكن العامه وبسط من قبل متنفذين؟ والله اولا احييكم قناه بلقيس، وتعتبر قناه بلقيس من القنوات الحره التي تناقش اوضاع المواطنين وكل ما يحدث في عدن. اما عن الصف على الاراضي ومعامل عدن فاعتقد هذه جريمه، طبعا جريمة وكل ما تعنيه الكلمة. إيش عاد يحصل إذا بتأسسوا على الأراضي، على الجرار، على المعالم، على الآثار؟ إيش عاد بقينا للوطن؟ عاد بقينا للبنية الإنسانية والأجيال القادمة؟ طبعا جريمة وكل ما تعنيه الكلمة. أتحمل كل القيادات وكل الأطياف للمكونات السياسية اللي انتقصوا وقفة سبيل واحد بعيدا عن الصراع والتناحر السياسي والاختلاف السياسي. نحن عدنا بما يحصل فيها، وهنا يعتبر ما يحصل عار بكل ما تحمله الكلمة. أوجه كلمة الأقلام الحرة والضمائر الحية، أوجه كلمة لكل ضمير حي، عدم تستغيث، عدم تموت، حطوا على اثار، على متنفسات، على حضاره الشعب، جريمه بكل تمكن. من النظام، دوله، من الامن، انتم وصلتم عدن الى حليب، المرحلة اقول لصانعي القرار، وما احمد فقط كذا، احمد كل البلاد، الشرعيه، مجلس انتقالي، مقاومة جميلية الذي للأسف الشديد تحولت إلى مقاولات وتحت العلم الجمهور يشرعون وينهبون ويعبثون بعض. نعم أقول كل ألم أخي. نعم. إذن دكتور اسمحي لي أن أعود لضيفي عبر الأقمار الصناعي الأستاذ وديع. أستاذ وديع، طرحت الدكتورة سلوى يعني أن ما يحدث في عدن هو جزء كبير بسبب الخلافات السياسية، هل تتفق معها؟ هل للخلافات السياسية تأثير على كل هذه الفوضى التي تحدث في عدن؟ نعم، للأسف السياسة والأوضاع السياسية هي جزء أساسي وسبب رئيسي لما يحدث اليوم. نعم. إذن يعني الدكتورة أيضا حملت جميع الأطراف مسؤولية ما يحدث في عدن، وربما تحدث يعني في إحدى الندوات القاضي فهيم وأشار بأن يعني هناك عدة جهات أيضا لها علاقة بما يحدث، وهناك استصدار لكثير من الأوراق المعنية بالأراضي لأكثر من جهة. يعني هناك أيضا تلاعب من قبل مؤسسات الدولة التي ما زالت باقية، كيف تفسر ذلك؟ طبعا نحن لا نستثني أحد من تحمل المسؤولية أو تحميل هذه الأطراف أو الجهات بشكل عام مسؤولية العبث الذي يطال اليوم هوية عدن التاريخية. ونحن عندما يتعلق الأمر باعتداء يحصل لأي موقع أو معلم أثري فنحن نتواصل مع كل الجهات الرسمية، سواء لأكون أكثر يعني إيضاحا وأكثر شفافية، نتواصل مع الجهات الحكومية ممثلة التي تمثل الشرعية، وأيضا نتواصل مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي للبحث أو لإيجاد أي حلول لإيقاف أي عملية اعتداء. بصراحة أقولها، طبعا الجهات الرسمية الحكومية من الصعب أن نصل إليهم أحيانا، لا نجدهم. نحاول أن نتواصل بصفة شخصية مع بعض العاملين في المرافق الحكومية، وكذلك في المجلس الانتقالي نتواصل معهم. تواصلنا مع المجلس الانتقالي مؤخرا وحصلنا على تطمينات
بأن هناك إجراءات رادعة ضد الناهبين والعابثين للآثار والمواقع الأثرية والتاريخية قريبا إن شاء الله. ونحن برضو مستبشرين خيرا ومتأملين خيرا باتفاق الرياض أن يكون هذا الاتفاق نهاية للمعاناة التي تعانيها عدن اليوم. نحن نتحدث اليوم يا أختي العزيزة عن آلاف من 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 السنين، آلاف من سنين التاريخ والحضارة لهذه المدينة تطمس وتخرب أمام أعين الجميع، وهذا لا شك لا يرضي أحد. حتى في الحروب التي تحصل في أي دولة فتكون المتاحف والمواقع الأثرية هذه يعني خط أحمر، إلا هنا عندنا يعني في عدن للأسف. نحن اليوم ندافع عن ما تبقى من مدينة عدن، وطبعا مدينة عدن القديمة ملامحها بدأت بالاختفاء للأسف، وإنما ما تبقى لنا اليوم هي هذه الصروح الشامخة، وليست هي مجرد أحجار أو مجرد آثار، لا، معالم عدن تؤدي وظيفتها حتى اليوم منذ آلاف السنين. فمثلا قلعة صيرة لا زالت حارس الأمين لأي اعتداء من خلف البحار، تؤدي وظيفتها. كذلك باب عدن هو لا زال إلى حد اليوم بوابة دخول رئيسية للمدينة القديمة التي هي كريتر، والكثير من والصهاريج أيضا لا زالت تؤدي وظيفتها حتى اليوم باستيعاب المياه الأمطار. فنحن ندافع عن معالم لها قيمة وظيفية قبل أن تكون لها قيمة تاريخية. ونطرق جميع الأبواب ونتعامل مع الكون بعيدا عن أي قناعات أو توجهات سياسية. لا تهم هذا. إذن أعود إليك دكتورة سلوى. دكتورة سلوى، للأسف الشديد أن يعني حسب تصريح العقيد أبو مشعل الكازمي وهو النائب الأول لمدير أمن عدن، تحدث عن 99% من أعمال البص على الأراضي لا يقف عليها أو فيها مواطنون، وإنما نافذون قادة أمنيين وعسكريين وحتى مسؤولين في السلطة المحلية. طرح أيضا الأستاذ وديع أنه متفائل باتفاق الرياض، هل تعتقدي بعودة الحكومة وبتنفيذ اتفاق الرياض أن يتم ردع هؤلاء المتنفذين؟ أن تحضر الدولة يعني الحضور المطلوب منها بالتواجد الفعلي وحماية عدن وتاريخها وأثارها؟ نعم، نحن نتمنى من الله عز وجل أن يحصل دماء الجنوبيين ويحصل كذلك دماء أخواننا في الشمال، أن تنتهي الحرب بشكل عام شمالنا جنوب. إذا انتهت الحروب تحسنت كل الأوضاع تدريجيا. مسألة السطو ليست فقط من التجار، برضه من مسؤولين متنفذين بالدولة. نعم، من أناس صانعين قرار، من أناس بالسلطة بالأمن، من مناصب عسكرية بالذات. يعني الصوت الذي حصل الآن من قيادات كبيرة للأسف، ما توقعنا أن يدفعوا بيع وشراء في عدن. اللي يحصل هذه جريمة. اتفاق الرياض نحن نتمنى من الله عز وجل أن يصل إلى حل، يحكم الدماء، تنتهي الحرب شمال وجنوب، وتتحسن أوضاع المواطنين والخدمات. الشعب الجنوب له قضيته، إخواننا في الشمال لهم معاناتهم وعجاباتهم ما يعانون، وكلنا نعاني الشعب. الآن همنا الدرجة الرئيسية الخدمات، حماية عدن من العبث من البلاطجة والمثل. فإعلان ما لم يخطئ أخي أبو مشعل الكازمي قال أن معظم من سرق منهج عدن هم من القادات الكبيرة، للأسف الشديد اللي كنا نثق بهم ونعتبر بهم. فعلنا هم من تحت علم الجنوب وتحيونات يسقوا ويسرقوا، فتحولت المقاومة الجنوبية إلى للأسف الشديد مقاومة جنوب. لكن نقول في شرفاء، في أحرار، ومن كل الأطياف، في أقلام حرة. إحنا الآن نشوف مظاهرات، الآن نشوف وقفات احتجاجية من منظمات مجتمع مدني، من نشطاء من بقية الأيام. نتمنى من المملكة العربية السعودية باتفاقها بالرياض أن تستفيد
ما عملته الامارات في جنوب اليمن في عدم الساحه على اخواننا في السعوديه، ورد لهم رساله كون هناك قبل ان يكون دكتوره في علم الاجتماع، ان طبع الانسان ان تستفيد من سلبيات الامارات في عدم تستفيد، والا عدم الضم مستمره بأمين ووضعها، وكلما زاد الامين والوضع كلما زدنا التماسك، ونقول لا لكل العبد. نعم. في اقلام حره في ناس تقول لا. اما للاسف الشديد الباصين المتنفذين للاسف الشديد ما توقعناه، هم من كل المتوقعين ان يتضمن صناع قرار من اسهم من قيادات العسكريه، الذي للاسف الشديد تحولوا الى سلاطجه العلم الجنوب. نعم، إذا دكتورة سلوى كنا نتمنى أن تستمري معنا، ولكن للأسف الشديد لضعف الصوت من المصدر مضطرين لتوديعك. شكرا جزيلا لك دكتورة سلوى بابريك، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ وديع. أستاذ وديع، برأيك ما هو دور المجتمع في حماية ممتلكاته والممتلكات العامة وهذه الآثار؟ طبعا لا شك بأن للمجتمع دور في حماية هذه الممتلكات العامة والخاصة كذلك، ولا شك بأن الحرب الأخيرة وما لحقها من أزمات متكررة ومتلاحقة، مثل أزمات الأزمة في الكهرباء، أزمة الغاز، أزمة الوقود، أزمات هذه الأزمات وأزمة صرف الرواتب والمعاشات، لا شك بأن هذه الأزمات أثرت سلبا على مستوى الوعي لدى المواطن، وأخشى بأن أقول بأن الوعي قد تدمر لدى المواطن، ولكنه تضرر كثيرا. وما هذه الأعمال التي والظواهر السلبية التي تعاني منها مدينة عدن اليوم إلا نتيجة لتلك الأزمات المتكررة والمتلاحقة التي أثرت على مستوى الوعي لدى المواطن. نحن صبرنا كثير، أو مدينة عدن صبرت كثيرا وتحملت ما لا يطاق. أعتقد بأن هذه المدينة تستحق بأن تلقى نصيبها من الراحة والأمان والإطمئنان، وأن يبدأ قادة البلاد بالتفكير بمستقبل هذه المدينة التي كانت تنافس كبرى عواصم ومدن العالم قبل عقود مضت. نتمنى أو نتأمل خيرا كما قلت لك بالقادم إن شاء الله، ولازلنا نحن نقف على الأرض وسندافع عن مدينتنا مدنيا بكل ما أوتينا من قوة ومن علاقات خاصة وشخصية، يعني حتى نحن أغلب عملنا يعتمد على العلاقات الشخصية. للأسف أقول هذا الكلام طبعا، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله تعالى. نعم أستاذ، يعني أنا ودت أن أسألك خاصة وأنت في الميدان وتتابع هذه الآثار وما يحدث فيها، ألا توجد يعني حماية أمنية للمناطق الأثرية كالصهاريج والمتحف الحربي؟ طبعا من ضمن المقترحات التي قدمناها أكثر من مرة للجهات الرسمية هو وجود شرطة الآثار. لابد أن تكون هناك شرطة مؤهلة ومتخصصة بحماية هذه المواقع والمعالم الأثرية والمتاحف كذلك تحت مسمى شرطة الآثار. كما أيضا مدينة عدن تفتقد لوجود سجل وطني، يعني لتسجيل كل المواقع الأثرية التي فيها، لأننا منذ سنوات نطالب بإعلان مدينة عدن اللي هي مدينة كريتر المدينة القديمة، نطالب بإعلانها كمحمية تاريخية والحفاظ على طرازها المعماري أيضا من أعمال البيع والشراء للمنازل القديمة. فلكل مدينة في العالم طرازها المعماري الخاص بها، وكذلك عدن لها طرازها المعماري، لكن للأسف ليس هناك أي اهتمام رسمي من قبل الحكومة وأي قرار يعني لصالح هذه المدينة يكون دائما مرتبط بهرم السلطة، برأس السلطة، من لابد أن تكون هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية. يعني
طبعا إعلان المدينة مدينة تاريخية إعلان عدن، هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا كانت هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية فقط، وكذلك شرطة الآثار التي قلت لابد أن يكون هناك شرطة متخصصة لحماية هذه المنشآت، لأن العبث كبير يا أختي الكريمة. وللأسف بأن القائمين أو المشرفين على معظم المعالم الأثرية اليوم في عدن هم أنفسهم يجهلون القيمة التاريخية لهذه المعالم، وهم سبب في بالعبث بهذه المباني التاريخية والأثرية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك السيد وديع أمان رئيس مركز تراث عدن، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. وأنتقل الآن إلى الناشطة في مجال حقوق الإنسان هدى الصراري عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير هدى. مساء النور ومساء الخير للسادة المشاهدين لقناة بلقيس. أهلا بك أستاذة هدى. هدى، تشهد عدن أعمال عنف مسلح تحدث نتيجة الصراع حول الأرض والسباق المحموم للحصول والبسط على هذه الأراضي، رغم أن كل هذا هو مخالف للقانون، كيف تنظرين لهذا العنف؟ حقيقة إذا جئنا لتقييم المرحلة التي تمر بها محافظة عدن، نرى أن ضرورة تحديد الفترة هي من بعد 2015 نتيجة خلال انعدام مؤسسات الدولة وغياب دور الحكومة، كذلك أيضا تهميش منظمات المجتمع المدني، وأيضا حتى النشطاء والعاملين في مجال الآثار والمعالم السياحية في محافظة عدن. هذا كله أدى إلى غياب دور السلطات المحلية وأيضا مؤسسات الدولة والراعيين للمحافظة على آثار ومعالم محافظة عدن، وبالتالي أعطى فرصة كبيرة للمتنفذين وللخارجين عن القانون بالعبث بمعالم وآثار مدينة عدن عبر السطو عليها أو التنفذ على الأراضي أو حتى طرد المواطنين من أماكن كما حدث مؤخرا في منطقة المناكيب في دار سعد. أيضا التشويه المتعمد لهذه الآثار مقبل التغييب أيضا لدور السلطات والمساءلة وأيضا دور القضاء في مساءلة هؤلاء الخارجين عن القانون أدى إلى ازدياد معدل هذه الأعمال الخارجة عن القانون التي لا تبقى أي رد فعل كانت من قبل مؤسسات الدولة أو من قبل القضاء أو من قبل حتى المجتمع المدني الذي يجب أن يقف على هذه الأعمال بحذر شديد. نعم، إذن أستاذة هدى، ظاهرة البسط غير القانوني على الأراضي بات حديث هام للشارع العدني، هل فعلا ما حدث هو نتاج طبيعي لغياب مؤسسات الدولة ولوجود الحكومة، أم أن هناك قوة فوق الدولة هي من تمارس هذا النهب والبسط؟ هو نتيجة حدوث السببين التي تكلمت عليه بنفس الاتجاه. أولا استغلال مجموعة خارجة عن القانون سطوة السلاح واستغلال نفوذها بالعبث محافظة عدن، واستغلال أيضا مؤسسات أمنية تخضع لها هذه المجموعات. كذلك أيضا أدى دور غياب دور مؤسسات الدولة ودور القضاء ودور أيضا النشطاء الذين يتكلموا ويبرزوا ويسلطوا الضوء على مثل هذه الأعمال، كل هذه الأسباب أدت إلى تفاقم هذه الأزمة وبالتالي العبث بوجه مدينة عدن مثل ما تفضلت قبل قليل. نعم، إذن ابقي معنا أستاذة هدى، سأعود إليك بعد الذهاب للأستاذ محمد شيخ بانافع وهو نائب رئيس هيئة مكافحة البسط وإزالة العشوائيات ومسؤول العلاقة العامة المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا ومساء النور عليكم جميعا إن شاء الله. أهلا بك أستاذ محمد. هناك من يقول أن إزالة البناء العشوائي تتطلب الهدم لكي تستعاد هذه الأراضي، لكن ما سيصيب المعالم التاريخية والأثرية جراء هذا الهدم لا يمكن تعويضه أو إصلاحه؟ أنتم كمؤسسات رسمية ومجتمع مدني أيضا كيف تنظرون إلى ما يحدث في عدن من عمليات نهب وبسط عشوائي على الأراضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مدينة عدن حقيقة تعرضت وتتعرض إلى يومنا هذا للعبث وإلى البناء العشوائي، سواء كان من ناحية المخططات أو المتنفسات أو في السواحل، في مواقف السيارات، في مخططات أيضا العمرانية اللي رسمية. لكن برضو أن, 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 أن يصل العبث إلى الآثار فهذه مصيبة كبرى، لأنه يعني الآثار يعني هي أساسا هي تاريخنا وحضارتنا. وعلشان نكون أيضا يعني بنعطي للمستمعين والمشاهدين، طبعا هيئة مكافحة البسط وإزالة العشوائيات يعني تأسست أو تم إشهارها في أبريل، يعني تقريبا أبريل 2018. ومباشرة بعد إشهار هذه الهيئة الشعبية تم مباشرة اجتماعنا كان الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ويعني اجتمع بنا وقال لنا يجب أن نبدأ فعلا، وإحنا أيضا مرتاحين بوجودكم كهيئة شعبية بتكون ضاغطة معنا وبتكون واقفين جنبنا، ونحن سنكون معكم قلبا وغلبا، وسنملك من القوة ومن القوة الأمنية ما أن يعني نقف ضد أي بناء عشوائي، حتى لو كان مبنى يعني 10 دور سيتم نصفه حتى بالديناميت. فاستبشرنا خيرا بوجود كلام الوزير طبعا في وقته، وتحركت الأمور طبعا. إحنا بعد ما قد جلسنا مع مدراء المديريات الثمان في موضوع الإزالات، موضوع المحاضر الإزالات البناء العشوائي، لكن عندما تحركنا أول ما تحركنا طبعا كان في مديرية منصورة طبعا مباشرة في 2 أبريل في شهر يعني تقريبا 4/2018 تحركت الحملة. كانت حملة كويسة فعلا، والناس يعني استبشرت خير، أنه بدأنا أول حاجة بأنه نمسك الشوارع، نبسط عليها اللي باصني عليها، نزيل البساطات، نزيل الأكشاك، نوسع الشوارع أقل حاجة مشان يقتنعوا الناس. ومشت الأمور، وعندما وصلنا إلى مستوى أن بنهد المباني العشوائية التي بجانب فندق عدن، هنا تم هدم واحد من المنازل، وبعد كذا توقفت الحملة ولم تقوم بعد كذا إطلاقا. لماذا؟ لا ندري أيش الأسباب اللي ربما أن تكون لماذا توقفت؟ ما أسباب توقفها؟ نعم توقفت طبعا للأسف. احنا طالبنا أنه تكون معنا قوة أمنية ضاربة. كيف معنى قوة أمنية ضاربة؟ أن تكون مشكلة من جميع الأجهزة الأمنية اللي موجودة في عدن، من الحزام الأمني ومن أمن عدن ومن القوة ومن المنطقة الرابعة ومن أيضا حماية الألوية الرئاسية، تمام، حتى تكون هذه قوة ضاربة ومشتركة فيها جميع الأجهزة. لكن لما تتحرك أمن عدن فقط أو ويتحركون، بلاقي ان في بعض الاجهزه الامنيه ان تحاول انها تعرقل يعني لمصالح معينه، وللاسف هذه اللي حاصل في عدن. يعني الامن لانه مش موحد حصل هذا اللي التوقف، لم يكون معنا في 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 مستوى المسؤوليه. فانا حقيقه بعتبر انه كل ما صار لعدن ولا يزال يصير، يعني تصوري انه احنا الى اول قبل حوالي 5 ايام يعني يبسطوا بعد المتحف الحربي واللي وقفنا عليه وقفه وكانت كويسة وتم استعادة المكان، مباشرة تحركنا إلى موقع روضة موجودة هي أيضا في خلف المستشفى صداقة، روضة للأطفال. تصوري تم البسط عليها وحفروها، يعني عندما جينا شعروا بالخطر أن الحين موجودين وتم حفرها. لا ندري عندما نشعر يعني نشعر نجلس مع المأمورين وهكذا، وكل بساطة أقول لك يا أخي إحنا ما عندناش أجهزة أمنية تقوم حماية أمنية، ما فيش. فالوضع فعلا والخطر والأمن فعلا لما أقولش عليه صراحة. لكن أنا أرى أنه تفضلي رويم. نعم سأعود إليك، يعني اللي نتحدث حول الآليات لحماية هذه الآثار، ولكن بعد العودة للأستاذة هدى. أستاذة هدى، يعني للأسف الشديد ما يحدث ليس فقط ضار على هذه الآثار وعلى هذه الأماكن، أيضا جراء الاشتباكات يسقط العديد
من المواطنين الذين يعني لا ناقة لهم ولا جمل فيما يحدث، حيث يعني حسب الأخبار أنه أصيب عشرات المدنيين خلال هذه الاشتباكات التي تندلع بين المجاميع المسلحة التي تود البسط على الأراضي. يعني هناك جرائم مركبة إن صح لي القول، كيف يمكن التعليق على ذلك؟ صحيح، مثل ما قلتي دخلت للأوراق أثناء أولا من يسقط من الضحايا هم المواطنين العاديين الذين لا نقل لهم ولا جمل، بالتالي الأطراف المتسببة بهذه الاشتباكات وسقوط عدد من الجرحى والقتلى لا يتم حتى مساءلتهم أو محاسبتهم قانونيا، وبالتالي ما يحدث يتطلب مننا وقفة جادة، ويتطلب أيضا وقفة جادة أثر الانفلات الأمني الذي تعاني محافظة عدن. عدم محاسبة أو مساءلة أي منتهك لحقوق الإنسان أو أي شخص أو جهة مسلحة ترتكب أي انتهاك أو قتل أو أي إصابة لمواطنين، هذا يعني يزيد من كمية عدد الانفلات الأمني والقضايا والوقائع التي تحدث داخل محافظة عدن. بالتالي أيضا حمل السلاح وكذلك أيضا ظهور جماعات مسلحة مدفوعة من قبل جهات العبث بالوقائع داخل محافظة عدن وبالبسط على المناطق العشوائية أو مثلا حتى المناطق والمباني، وكذلك أيضا لا نتكلم نحن اليوم عن مناطق أو مباني أو حتى أراضي، نتكلم عن مواقع أثرية مهمة تتميز بها محافظة عدن مثل الصهاريج، مثل المتحف الحربي، المعبد في المحافظة في كريتر، الكثير من المواقع التي تم العبث فيها دون أي أدنى محاسبة من قبل الجهات الأمنية. حقيقة أحمل ما يحدث داخل محافظة عدن أولا لإدارة أمن عدن، وبالتالي أيضا لمؤسسات الدولة والداخلية وللحكومة أيضا التي تنظر وترى ما يحدث من عبث وهي ساكتة لا تتكلم ولا تحاسب حتى أحد الأطراف الذي يقوم بهذه الانتهاكات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك يهدى السراري الناشطة في مجال حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني ما الذي يمكن عمله حتى تعود الحملات الأمنية كما من حيث توقفت وتعاود عملها في إزالة هذه الأبنية العشوائية والحفاظ على الأراضي؟ طبعا هذا الموضوع هو كبير جدا ويحتاج الى قرار سياسي. نعم. قرار سياسي، اذا في قرار سياسي من الحكومه تمام، باولا حاجه منع مباشره منع استحداثات الجديده اللي حاصله، ويتم ايضا النزول للمديريات. احنا طبعا مناحيه عدن فيها 8 مديريات وثمانيه مدراء مديريات، اذا حصل انه فعلا في قرار سياسي ويكون هناك ايضا يعني اجهزه امنيه وحملة أمنية قوية بيومية، وتقوم بالدوران والزيارات الميدانية المتتالية يوميا تمام، أكيد ستحدها من مظاهرة البناء. إنما احنا اللي نراه الآن، وبأضرب لك مثل، أنا أطلع يوميا أو أكاد أكون يوميا أروح المعلة، اللي صار إنه أشوف اللي عند الجولة، وأنت طالع الجولة حق المعلة أشوف إنه المباني كل يوم وهي تتوسع. يعني تصور انت تدور على الجوله، ممكن اي واحد يروح حتى من بكره تدور على الجوله اللي فوق، هذه الجوله اللي تروح لعدن ولا المعلة، لا تحصل لك مباني عشوائيه وتشتغل ويشتغلون لقاها ليل نهار. واحنا ايضا نتكلم وصورنا ونادينا المحافظ ونادينا الحكومه ونادينا اداره امن عدن، ما هذا اللي يحصل؟ هل تمرون في هذه الاماكن او لا؟ ولكن للاسف ولا يعني اي استجابه عدن حقيقة تعرضت فعلا والله إلى حرب. هذه تعتبر العشوائيات اللي تعرض لها الآن عدن حرب يعني أكبر من الحرب الحوثية اللي حصل الآن. يعني لم يتركوا لما ازدادت هذه الظاهرة أو هذه الأعمال خلال الفترة الأخيرة أستاذ محمد؟ أنا والله هي هذه فعلا قد تكون لا شك أن المناكفات السياسية وفقد المصالح مع بعض وخلط الأوراق بما يحصل. أنا أعتقد أن الحالة السياسية، الحالة العسكرية اللي موجودة تتعرض لها عدن دخلت فيها المرادفة. في هناك أيضا برضها يعني جهات لها مصلحة أن تبقى الأوراق مختلطة وأن تبقى الأمور يعني عبثية.
يعني لا ندري ما الذي يعني ما ليش ما احد يتحرك، يعني لماذا قيادتنا هكذا. انا اطالب فعلا من هذا المكان ومن هذا القناه الممتازه جدا، اطالب يا رئيس الجمهوريه والحكومه بدرجه اساسيه زي ما قلت لك اصدار قرار سياسي يعني يكون له ميزانيه قويه، تكون كتيبه او كتيبتين خاصه بموضوع الوقوف على موضوع البناء العشوائي وايقافه مباشره، والدخول في موضوع الازالات بطريقه يعني صالحه وصريحه، وتكون معالجات ايضا للمتضررين في حاله ان يكونوا قانونيين، لانه في بعض العشوائي ربما يقول لك انا لي اكثر من 20 سنه ولي كذا كذا، فتكون هناك في معالجات. لكن انا ارى انه ما حصل بيني وبينك من نوع يا اختي العبث من 2016 الى الان اكثر مما حصل في العشرين سنه اللي راحت. يعني انه عندما ترين الان الاقمار الصناعيه والصور الجويه بتلاقي الفرق لما في 2014 و2013 وتدخل 2015 16، بتلاقي هذا العبث بالعشوائي في الجبال وفي المتنفسات وفي كل مكان. هذا هو المشكله، والمشكله ان الدوله لا تحرك ساكنا رغم ان هذا تعلق. هل يعني صدرت اي تقارير تعمل على حصر وتوثيق هذه الاعمال التخريبيه والمتسببين بها؟ احنا من ناحيتنا كهيئه مكافحه البسط ومن قبلها ايضا مفوضيه مكافحه الفساد اللي هي نشطت يعني قبل سنتين من 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 قيام المؤسسه هيئه مكافحه البسط، عندنا ايضا تقارير وايضا معنا ايضا تقارير من بعض المدراء المديريات لما جلسنا معهم، وايضا عندنا ايضا ملفات حول انه في حصر لهذه العشوائيات او المباني العشوائيه، وايضا اوامر ازاله ومنتظرين، لكن منتظرين متى اذا كان كل يوم وهي تتوسع. يعني الموضوع الان عندما انت تجي كمدير اشغال في اي مديريه ويتم ابلاغ انه في واحد يبني بناء عشوائي حوش او سور، وهو الا بدا عاده مثلا في حبه وحبتين بردين يشتغل، اذا ما نزلت وابعدتها وسكت بعد شهر بتجي يقول بنا غرفه ولا غرفتين. هنا الاهمال من الاشغال العامه ومن ايضا برضو مدراء المديريات اللي هم ايضا يتحملوا مسؤوليه كبيره، رغم ان ايضا حاولنا نجلس معهم ونحذرهم بطريقه هذه ونقول لهم، لكنهم يقول لك احنا والله ما عندنا شيء امن بحيمنا، يعني انا بعد نزل طقم والاقي خمسه اطقم على الباسطين عشوائيا، فتستغرب كيف الوضع هذا يعني صراحه. نعم. اذا برايك استاذ فيحتاج فعلا وقفه. نعم. تفضل. يعني أتعتقد أنه كان يفترض أن تكون من أولويات الحكومة منذ قدومها معالجة هذا الملف وسريعا؟ أنا فعلا أقول لك أنه عدن تعرضت للعشوائيات بشكل مخيف جدا، ومن خلال الصور الجوية اللي احنا أيضا برصدناها من بعد 2016، يعني من بعد الحرب هذه أصبحت حرب يعني على المتنفسات، على المرافق عمل، على أيضا المخططات العمرانية، على الآثار. يعني مثلا الصهاريج، مثلا عندك المنتزه بودست اللي في صيرة، مثلا نعم. عندك اللي حصل للمتحف الحربي مثلا كيف، ايضا برضو ايضا متنفسات، ايضا حديقه عدن الكبرى اللي في مخطط المملاح العريش، يعني الان الى اليوم هذا وهم يحفرون ويبيعون بقع فيها. اين الدوله بالله عليكم؟ نحن كلهم هذا خطا، ونبلغهم ونعطيهم كل شيء اول باول. الوضع نعم. يعني فعلا يحتاج، وكان الموضوع انه لعنهم هذا شيء خطير جدا فعلا بالامانه. يعني اذا شكرا جزيلا لك محمد شيخ بانافع نائب رئيس هيئه مكافحه البسط وازاله العشوائيات، كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من عدن. اشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعايه الله وامنه.